تلفزيون اليعسوب الورقي. حمامة ويسبرر. الحلقة 1 العاشر من سبتمبر 2021. اتصلنا بها. حمامة ويسبرر. كانت امرأة بيضاء في أواخر الخمسينيات من عمرها، يبلغ ارتفاعها حوالي 6 أقدام، وكانت بدينة إلى حد ما مع شعر رمادي طويل غير مروض. كانت تتجول مع ظهرها، مما يجعل من الصعب تحديد طولها الفعلي. دفعت عربة تسوق مليئة ببضائعها الدنيوية. في أي يوم من الأيام، دون انقطاع، لم تمنعها الحرارة الحارقة التي تبلغ درجة حرارة 103 درجة مئوية، ولا الليل القارس بدرجة حرارة 25 درجة، أو أي كارثة أخرى من ممارسة حياتها اليومية. كان يمكن رؤيتها يوميا وعلى مدار السنة في مكانها المعتاد. وصل السكان المحليون إلى الوضع الراهن بالنسبة لها، وهي امرأة بلا مأوى مع أخلاقيات عمل الشيطان المتأصلة، وهي لا ترتاح. كان صباح يوم سبت مشمسا، حيث كانت هناك دفق هوائي 70 درجة من كل اتجاه. ساعات صافية من الغيوم، وظهر الكون أعلى باتجاه الفضاء أكثر من المعتاد. كان من النادر أن ترغب مجموعة منا من منطقتنا في الذهاب بالدراجة إلى وسط مدينة تاكوما، بشكل أكثر تحديداً إلى تاكوما بيكي وسكات بارك، حيث يمكن العثور على بيجيون ويسبرر. تم إنشاء ممر للدراجات يبلغ طوله 12 ميلاً منذ بضع سنوات، يربط دوبونت بوسط مدينة تاكوما. سونيا، كورتني، ميشيل، نيكيتا، أنيتا، جيم، أندرو، دودلي، ثيدا وأنا بدأنا الرحلة في الساعة 9. وعادة ما يستغرق الوصول إلى هناك حوالي 90 دقيقة، مع استراحة لمدة 5 دقائق. كان المسار هو البديل الآخر الوحيد للوصول إلى وسط مدينة تاكوما دون استخدام الطريق السريع أي 5. قاد أندرو وجيم خلفهما كورتني وثيدا، بينما حوصر الآخرون بيني وبين أنيتا في المؤخرة. عند علامة الميل الرابع التي تم تحديدها من خلال مجموعة من الأشجار الشاهقة، أخذنا أول استراحة من قطعتين. ظل كورتني وثيدا على دراجتيهما ينتظران بصبر. امتدت نحن كبار السن. بمجرد انتهاء الدقائق 5 ركبنا مرة أخرى مع دودلي وأنيتا. عند علامة الميل 9 منطقة من الحقول العشبية المستوية، مع عدم وجود شجرة على مقربة، تم إنفاق خطوط رؤيتنا بشكل كبير، ويمكننا أن نرى المزيد وأوسع. جلس كورتني وثيدا على دراجتيهما. ذهبت إلى أختي الصغرى واسترجعت زجاجة ماء من حقيبة الخصر، ثم أمرتها بشربه. سونيا فعلت الحكمة لكورتني. قام ميشيل ونيكيتا بتشخيص دراجاتنا. كان أندرو وجيم يشتكون لبعضهما البعض بشأن التعليم في المنزل. كان أنيتا ودادلي يتحدثان عن سامبا وكلاب أخرى وأنواع مختلفة من الكلاب. أحب هذان الكلبان أكثر بكثير من معظم الأخرين الذين عرفتهم. بمجرد تربيع كل الأشياء، سافرنا مرة أخرى مع ميشيل ونيكيتا في المقدمة. وصلنا إلى الحديقة حوالي الساعة 10:30. قمنا بتأمين دراجاتنا في مكان واحد، ثم تقدمنا نحو المنطقة اليسرى، حيث يظهر الكثير من براز الحمام المجفف بوفرة مصحوبة برائحة كريهة للسماد. جلست على مقعد يحيط به عشرات من الحمام وبرازهم. امتلأت عربة التسوق الخاصة بها بالعشرات من أكياس البقالة البلاستيكية المليئة بشيء ما. كانت ترتدي ملابس قديمة ملطخة ببراز الحمام وملطخة بمواد أخرى. وصل وجهها المتجعد إلى الكثير من الخطوط التي تتقاطع في جميع أنحائه. شعرها الجامح يشبه شعر رجل الكهف. مع كل الأشياء التي تم وضعها في الاعتبار، كانت جسدها بدينة إلى حد ما على بعد بضعة أرطال من كونها عامل جي كامل.
لقد بقيت جميع أسنانها الأمامية ملطخة ومتحللة باستثناء أسنانها الأمامية. إيري بما فيه الكفاية، لكن عينيها لم تظهر أي ألوان حمراء على عكس الأشخاص المشردين الآخرين. اعترف لنا بيجيون ويسبرر بأدنى ابتسامة: لقد وقفنا على مسافة 3 أذرع على بعد 3 أذرع بسبب دفقها الغبي من براز الحمام. كورتني وتيدا وقفتان على مسافة 3 أطوال أذرع إضافية، حيث توجد براز أقل وفرة. يمكن لهذين الاثنين الوقوف ومشاهدة الحمام يأكل أو يلعب الحصان لساعات. أحياناً نعطيهم أنا وسوني الطعام لإطعام الحمام، بدلاً من رمي الطعام بلطف على أصدقاء الريش بقطع صغيرة في وقت واحد. يقذف كلاهما كل شيء دفعة واحدة وبقوة. عادة ما يتدافع الحمام ثم يطير بعيداً فقط للعودة. فقط حفنة من العشرات أو نحو ذلك من الحمام كانوا يأكلون. كانت الغالبية العظمى من الآخرين إما يلعبون على الحصان أو يجلسون عليها وحولها. لقد انتهيت للتو من توفير وجبتهم اليومية. كان هناك الكثير من فتات الخبز المنتشرة في جميع أنحاء المنطقة، مصحوبة بالكثير من البراز الطازج. قال لنا حمامة ويسبرر: كيف حال أحبائي هذه الأيام؟ تحدثت أنيتان نيابة عنا وقالت: هذه الحمام تزداد بدانة وتزداد بدانة. لماذا تطعمها؟ قال دودولي: أنت مغطى بسماد الحمام أكثر من المعتاد. لابد أن هذا الحمام أحبك كثيرا. من كثرة حناننا لم يخبر أحد منا بيتر ستوب عن زيارته لها. كنا نعلم على وجه اليقين أنه سوف يلفظ مظاهر بيجيون ويسبرر البائسة. لو كان يعلم أننا أتينا دون إخباره لكان يبخنا بإهانات لا تشوبها شائبة. يمكننا أن نتحمل ذلك أكثر من بيجيون ويسبررز. الحقيقة مؤلمة، ولكن عدم الاضطرار إلى سماعها يغير صدقنا. كان هذا الوخز يمكن التحكم فيه أهون الشرين. لم تكن تهتم بآراء الآخرين. كانت ستصبح بلا مأوى. ظل أصلها لغزاً بالنسبة لنا. لقد أثارت كمية المعلومات التي جمعناها عنها حتى الآن أسئلة أكثر من الإجابات. وذكرت أن لديها 3 أطفال بلغين يعيشون ويعملون على مقربة جدة إلى 15 شاباً تتراوح أعمارهم من الأطفال الرضع إلى 16 عاماً. رفضت أن أصدق أن 3 بلغين غضوا أعينهم عن ظروف والدتهم الحزينة. لم أكن أعتقد أن أحداً يمكن أن يصل إلى مثل هذا القلب الهمجي. علاقاتها المتبادلة مع أحفادها يمكنني أن أفهم إلى حد ما. فهم إلى درجة معينة. أنا ووالدي والدي نكره بعضنا البعض لسبب محدد يتعلق بالتقاليد. كنت أشك في أن هذه هي المشكلة التي تمنع هؤلاء الصغار من القدوم لرؤية جدتهم. ذكرت ميشيل كيجيون ويسبرر قائلة: في المرة الأخيرة التي التقينا فيها لقد ذكرت شيئا ما عن الوقت الذي انضممت فيه إلى رحلات الصيد في ألاسكا. اخبرنا المزيد. عبر بيجيون ويسبرر عن ابتسامة بسيطة كما لو أن هذا السؤال أعاد بعض المغامرات. أكلت الغالبية العظمى من 10 من الحمام أجزاء من وجبتهم اليومية. لقد قاموا بوضعهم على بعد بوصات قليلة من وحدة التغذية السخية. لم يعجبهم أي منا بشكل خاص، لكنهم أحبوا بيجيون ويسبرر بمودة. وقف كورتني وثيدا متجمددين مثل التماثيل. نظراً لأن أي منهما لم يحرك عضلة، فقد أخطأ الحمام في اعتبارهما تماثيل. تم نتف الكثير من الحمام فوق أقدامهم. كلاهما حدق في العديد من الأصدقاء الريش الصامت. غزا راكب الدراجات والمتزلجين الآخرين أقساماً أخرى من الحديقة.